بعد نجاحه الكبير بنسختي 2013-2014 أسبوع المصممين أو بيروت ديزاينرز ويك، بيعود هالعام ليأكد على دور بيروت الريادة كعاصمة موضة وتصميم. بتنظيم من جاتا إيفنتس أند بروموشنز رعاية وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع شركة سوليدير، أبرز هالحدث أعمال لأكثر من 100 مصمم لربيع صيف 2015. فريق لمسات بيتجول بالزيتونة باي ليكتشف جوانب مختلفة من البيروت ديزاينرز ويك 2015، ولقاء مع المنظمة ساندرا غطاس بهالتقرير. مهرجان للتصميم، ما بقى معرض، لأن هالحدث عم بضم عدة نشاطات، منهم المعرض يلي بيعرضوا فيه المصممين الجدد والغير جدد التصاميم الجديدة تبعهم، وبيعرفوا عن الإبداع تبعهم للزوار الجايين، إن كانوا جايين على الزيتونة باي ما جايين قاصدين المعرض. فينا نقول هيدا الاحتفال بنفتخر فيه نحن، لان بالنهايه هو دعم للمصمم اللبناني. صحيح. مشان هيك عندنا دعم كثير كبير من وزاره الاقتصاد ووزاره السياحه كل سنه، لان بيعتبروا انه هيدا النشاط عم بيعطي حياه للدوره الاقتصاديه من مال، وعم بيعطي صوره حلوه للبنان. صوره حلوه للبنان، وكمان عم يعني له طابع سياحي واقتصادي. وللديزاينرز كمان قد ايه هيدا مهم بالنسبه لهم. بالنهايه يعني لو عندهم محلات تجاريه بلبنان اما برات لبنان، هن بالنهايه كمان بدهم يفرجوا الكولكشن ويفرجوا شو عندهم تصاميم. صحيح. جديده اخترعوها وصمموها، وفي عندي كل اللي عم يطلقوا علامته التجاريه لاول مره، بدنا نعطيه فرصه. أكيد. بدنا نعطيه مجال ليعرف عن حاله. يلا لبسنا جهزنا. اوكي ليتس جو. واو رندا، بس ما في ولا قطعه بتشبه الثانيه. انت بتصممي ومين بنفذ؟ انا بنحط كل شيء كمان، بس بعدين بخدون تيصبوا لي اياهم قد ذهب. بس انت بتركبيهم، انت بتنحتيهم، كل شيء بحسب انه البيس اوف اتس ا بيس اوف ارت، والبيس اوف ارت ما مثلا بينتينج ما بتقدر تعطيها لحدا ينحت يرسم لك اياها. اكيد انت بدك تعمليها. انا بكل شيء هيك. ليه بحسك بتشتغلي بالطبيعة وحاطة الميوزيك؟ وي هيك؟ هيك بالشمس وبالطبيعة وبكل شيء بكون قاعدة، حتى على البحر بكون قاعدة عم بشتغل، يعني بيطلعوا معي أحلى. هلا هودي من الكوليكشن الجديد. ايه في كثير كوليكشن جديدة. وكل قد ايه بتطلعي كوليكشن؟ كل يوم. كل يوم؟ دايما حاطة راسك براسك؟ كل يوم بدي اطلع شيء يعني أكيد. هذا إزاز. أراز، انتوا لهالسنة كمان عم بتشاركوا ببيرو ديزاينرز ويك، مش أول مرة، قد مهم انكم عم تشاركوا كمان هالسنة بالزيتونة باي؟ كثير مهمة ديزاين بيرو ديزاينرز ويك، لأنه فيها اكسبوجر كبيرة وناس كثير بتيجي وبتحب المعارض وهيك وبتتعرف على المحل. إذا بدي أسألك عن الماتيريالز والقطع، وين عم تتصنع؟ كل شيء بتصنع بلبنان، عندنا معمل نحن بنصنع كل شيء، وكل شيء بيطلع من عندنا. Okay. Even the gold plating items والبيدز وكل شيء. اوكي. يعني we have a family business، بنشتغل كلنا مع بعض. بس لاحظت انه كثير عندكم 60s اخذين من هيدي الحقبة. الاشياء القديمة اولديز، كثير بنحب القصص الفينتج وهيك. اوكي. بحسة انه غير شوي، ستيلها غير من الكل اللي عم يعملوه، بس هي different. شيرين، شو الماتيريالز اللي بتستعمليهم؟ بستعمل فضة وبغطس بالذهب. أوكي. وكمان بستعمل معدن وبغطس بالذهب. اوكي. وكل شيء هاند ميد، بيتلحم او بفوت معه سيمي بريشس ستون، او بدخل معه شواروفسكي او كريستال ملون. شو مهضومة، كيف طلعت هاي؟ هاي
هاي عملت اول غصن اوكي اوكي ورجعت جربت اعملهم حطهم كلهم مع بعض لانه في فتره درجت كثير ورقه الشجره مزبوط بقى صار شتويه وحبيت انا الغي هالورقه الشجره وحطيت غصن انه بلا شجر ان اكشلي طلعت انه ا فيري يونيك بيس. في عندك قطع فيك تلبسيها بنهار وبالليل بكل الاوقات وفي قطع سبيسيفيكلي لبالليل بس ما حسيت هيدي صارت ترند مبلا بس حسب الشخص كيف يتقبلها او لا بس انه عم بحس انه عم يتقبلوها لانه عندي مثلا هيدي البيس انا جربت اعملها مره حطيتها اول مره بالمعرض وكان هذا المعرض بدبي وحطيتها هيك و it turned out انه كل العالم حبوها كثير مزبطه كثير حلوه صار كل العالم عم يطلبوها يعني بلشوا يتقبلوا شوي شوي شيء هيك out of this world. شو المختلف هالسنة كمان؟ مختلف انه عم نزيد النشاطات خلال المعرض صار عنا وركشوبس كتار عاملينهم جامعات منهم الاسمود حلو منهم كمان اذا بتعرفي ذا اجندا بيروت صحيح. عاملين سيمينرز وتريننج سيشنز ووركشوبس على ستيج يلي عمرناه خصوصي كمان على اللور برومينيد تبع زيتونه باي. شو من بعد بيروت ديزاينرز ويك هلا؟ نحن هلا عنا نشاط مختلف ما بيتعلق بالديزاينرز بيتعلق بموضوع تاني ريليتد للفود للاكل بس هلا ما رح نحكي فيه أوكي. بس بالنسبه للديزاينرز عنا هلا ذا ان ديزاينر كازابلانكا ذا ان ديزاينر لوس انجلوس بقى ذا ان ديزاينر هو مثل رومينج اكزيبيشن تنقل من مدينه لمدينه بلشنا اول عدد بدبي وهلا رح ننقله لايك بوب اب اكزيبيشن اكزاكتلي بوب اب اكزيبيشن رح ننقل من سيتي لسيتي اوكي كمان له معايد بنخبركم عنهم اكيد انترفيو ثاني ان شاء الله. ثانك يو سو ماتش ساندرا يعطيك العافيه اند جود لك. ثانك يو. حلقتنا انتهت لليوم، لقاءنا الأسبوع المقبل بنفس الوقت على شاشة تلفزيون مستقبل. إذا بتحبوا تشوفوا حلقتنا السابقة فيكن على www.futuretvnetwork.com. باي.